طمن حضرتك على صحة الفنانة بشرى بعد الحادثة اللي عملته من ساعات قليلة. في الحقيقة أنا سمعت للتو قبل 10 دقائق، اتصلت بها لكي أطمن، وهي حاليا في المستشفى في حال جيدة، فقط يعملوا هيك تشيك اب صحي، و أنا المهم أطمن على أهم شيء سلامتها أولا. وخلال احنا مشغولين كل ربع ساعه عندنا في هذا المهرجان شيء ما، كان كل وقت مصاحبي ما وصلت شغله ما عرفت الا للتو. انا كنت اليوم وقت مصاحبي اميره، ان شاء الله كل شيء.